من جديد أهلا بكم، والحديث الآن عن المقاطعة، عن حملات قاطع ومقاطعون وحملة سأشارك اللي تدعمها الحكومة. معي اثنين من الناشطين في هذا المجال، الأستاذ خالد الفضالة حياك الله من حملة مقاطعون، وخالد إبراهيم من حملة قاطع حياكم الله. الله يحييك أبو وليد. واضح أن الأخوان هم اللي دافعينك للمقاطعة، أنت خالد الفضالة أبو سند. نعم، على اللحية وعلى الشكل هذا، شكل أخوان تمويه هذا. طيب خلنا نبدأ بالسؤال المنطلق عشان أرضية، نضع أرضية ننطلق من خلالها، اللي هي أنه ليش أساس المقاطعة، ليش ما يكون إسقاط المرسوم أولا؟ هل هو عشان المرسوم؟ وليش ما يكون، إذا كان عشان المرسوم ليش ما يكون من داخل المجلس تروحون تصوتون وتسقطون نوابكم، يسقطون هذا المرسوم؟ تفضل خالد. طبعا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بالخير أبو سلمان والسمي والسادة المشاهدين. بالنسبة للسؤال أبو سلمان، القضية ما هي قضية انتخابات أو صوت أو صوتين أو أربعة أو مرسوم. القضية بالنسبة لنا كلنا هي أكبر من ذلك بكثير. القضية هي إلغاء مبدأ سيادة الأمة، وإلغاء الدور الرئيسي اللي هو التشريع لممثلين الشعب المتمثل في مجلس الأمة. احنا اليوم اللي قاعد نشوفه أن القضية ما هي فقط مرسوم واحد تحاول السلطة من خلال الحكومة بإصلاح خلل موجود، ولكن قاعد نشوف عدة مراسيم. احنا قاعد نشوف المدن مرسوم المدن السكانية، مرسوم للمفوضية العليا، المفوضية العليا للانتخابات، بالجرائد قاعد نقرأ هيئة النقل، هيئة الاتصالات، مستشفيات الضمان الصحي، الرياضة أيضا. الرياضة طبعا، على طاري الرياضة تحديدا، الرياضة قانونها تم إقراره بسنة 2008، اليوم الشيخ أحمد الفهد يبارك إصدار المرسوم الضرورة. يا أخي أنت ما طبقت الأول عشان تطبق الثاني، هذا اللي احنا قاعد نتكلم عنه. اختزال قانون الرياضة في 2007، اي اعتقد 5 على 2007، نعم، اختزال دور مجلس الأمة الحقيقي بالتشريع من خلال إصدار مراسيم الضرورة، وهذا احنا اللي نخشى منه فعلا. القضية ما لها علاقة بانتخابات ولا كم صوت فيها، القضية هي إلغاء مبدأ سيادة الأمة، إلغاء المادة السادسة من الدستور، وهذا السبب اللي دفعك لأن تتحول إلى مقاطع. طبعا، لأن أبو سلمان والسادة المشاهدين، ما يمكن إصلاح خطأ المرسوم بخطأ المشاركة. أنا ما يمكن أن اليوم أي وأقبل في هذا الفعل وأنا أعلم، لأن الناس ما تثق بالحكومة، وهذه الحقيقة المرة الحكومة مو قادرة تستوعبها. الناس ما تثق فيها لأن التجارب مرة من 62 لليوم، الحكومة دائما تحاول وقت هذا الدستور من خلال تزوير الانتخابات، حل مجلس الأمة مرتين، حل غير دستوري، تعليق مواد الدستور، تغيير الدوائر من 25 من 10 إلى 25، المجلس الوطني، غير حل مجلس الأمة أكثر من مرة. الحكومة لا تؤمن بهذا الدستور، إذن وتحاول وقده من خلال هذه المراسيم. إذا احتجاجك كان على المادة السادسة، عدم تفعيل المادة السادسة أو يعني إعدام المادة السادسة من خلال هذا المرسوم، هذا السبب نقدر نحطه كعنوان للمقاطعة. المادة السادسة، الحكم في الكويت، نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر سلطاتي جميعا. أنا حين صار المرسوم هو مصدر سلطاتي جميعا. زين، لو طلع مرسوم خالد الفضالة، قبل لا أروح للأستاذ خالد إبراهيم، لو طلع مرسوم يخدم الشعب ومن صالح مكتسبات الشعب، هل كنت ستوافق عليه ولا أيضا تصر على نفس الموضوع نفس الفكرة؟ وسلمان، هي قضية مبدأ بغض النظر، يعني في مراسيم مثلا مرسوم المدن السكانية ولا قانون الشركات، هي بجوهرها وأصلها يعني أمر جيد، والخلاف مو هني، الخلاف على المبدأ. المبدأ لما أنت تلغي دور مجلس الأمة الفعلي، جميل، هو اللي راح يسبب لنا المشاكل بالمستقبل، لأن الحكومة راح تستمر وتتجرأ أكثر وأكثر بإلغاء أقل من واحد. ما أعتقد بعدين راح تعطيك إنه أقل من صوت واحد. خلينا نروح للأستاذ خالد إبراهيم براكان أيضا نفس السبب عشان نضع الأرضية اللي ننطلق من خلالها، سبب مقاطعة خالد إبراهيم وتأسيس حملة قاطع. بالبداية أشكرك وسلمان على هذه الاستضافة والبرنامج كذلك، وأتمنى أن يكون هذا الحوار اليوم له فائدة ويخدم الجميع إن شاء الله، ونطلع بالتصور اللي احنا مؤمنين فيه في مقاطعة الانتخابات. ثانيا، أنا مستانس أن زميلي خالد الفضالة معاي في نفس اللقاء كذلك. أنا عشان بعد ما تخلص إجابتك بسألكم، تليش مقاطعون وقاطع؟ بعد شوي إن شاء الله راح نعرفها. طبعا ما فيها إشكالية، وإن شاء الله الإجابة موجودة ما فيها إشكالية. جزئية المقاطعة، احنا كحملة قاطع
قبل لا اقول رايي انا الشخصي، احنا حمله قاطع اطلقنا هذه الحمله، فكره الحمله تسعى الى ايصال رساله سلميه مدنيه للحكومه. الفكره منها انها توصل ان لا نقبل بهذه الممارسه. هذه الممارسه اللي احنا ممكن اخوي ابو سند وضحها، ان لا يمكن سلطه تنفيذيه تحط نظام انتخابي لسلطه تشريعيه اللي هي مسؤوليتها رقابتها. يعني ببساطه فريقين قاعد يلعبون كره، انت فريق يجيب له حكم والحكم هذا يشاخيله يحط له قواعد اللعبه اللي يبيها ويحدد تشكيله الفريق المقابل بالضبط، يقول انت العب دفاع وبالنهايه تقول لي لازم احترم الدستور. فهي الفكره بالنهايه فكره مبدا، وطبعا جزئيه الدستور هذا لها نقاش فيها. فهي بالنهايه هو استفتاء شعبي. الجميع لاحظ الفتره اللي طافت تحركات ضغط شعبي، تيارات سياسيه، كل من كان يقاطع، كل من كان يعبر، ندوات، تجمعات، مسيرات، السخط الشعبي موجود. لكن بالمقابل نلقى الإعلام، بعض مو الجميع، كذلك الحكومة ترى والله تقدر 20-30، تأخذ قيمة الأرقام لكن أنت ما تقدر تثبتها. إحنا نشوف هذه الحملة يوم التصويت 1/12 هو اليوم اللي راح يكون فيه استفتاء شعبي ضد هذه الممارسة، مو ضد القانون. احنا ما قاعد نتكلم عن 1 و5 و5 و4، احنا هذا القانون، انا وجهة نظري خالد الابراهيم، بالنسبة لقانون 5 ب4 و1 ب4 اثنيناتهم نظامين لا يصلحون لدولة مثل دولة الكويت. انا مؤمن وكان في تحركات لتطبيق نظم اخرى، كان الواحد يتمنى تقصد الدائرة الواحدة، النظام مو الدائرة النسبية. هي مو فكرة الدائرة كثر النظام التصويتي، النظام القوائم النسبية، وتبدي تطور العمل السياسي فيها. تحتاج إلى هيئات سياسية وأحزاب والقصص هذه طبعا هارك. وهذه كانت ترى شوف على اختلاف الكبير مع الأغلبية وعدم اتفاقي فكريا، وعدم بالنسبة لي عدم توفقهم في اختيار تحركاتهم بالمجلس. لكن داخل البرلمان هذا القانون تم تقديمه من كذا جهة، منها نائب محمد الصقر، وكان في تأييد من الأغلبية كلهم في استعجال هذا القانون. فالقانون كان موجود، الجميع كان متفق نحتاج تعديل هذا القانون. أنا ودي أوضح بس جزئية صغيرة قبل لا نتجه إلى السؤال الثاني. المقاطعة إحنا قاعد نشوفها أن توجه الحكومة هذا في خطر، يعني في خطر للعملية الديمقراطية. والدليل على ذلك أمس أو قبل أمس رئيس مجلس الوزراء لما يقول فلسفة دستور الكويت لا تحبذ أن تكون هناك أغلبية سواء في المجلس أو الحكومة. أنا يعني للأمانة هذا التصريح بالنسبة لي بقراءتي المتواضعة، أنا لست قانونيا، لكن بقراءتي القانونية البسيطة وكذلك بمفهومي اللي أنا أتوقع أنه مجيد بالديمقراطية، يعني هذا لا يمكن قبوله. احتجاجك على الجزء اللي خاص جزئية في الحكومة، يعني حتى بالضبط انه يقول ان هناك لا الدستور، فلسفة الدستور لا تتكلم، يعني لا تقبل بأغلبية سواء كانت برلمانية او حكومية. هذا غير منطقي. الديمقراطية مبنية على اساس تحزبات، احزاب تشكل تحالفات، كذلك الحكومة متضامنة بالضبط. واذا بنرجع الى الدستور، الحكومة متضامنة، المادة عندك المادة رقم 58 أكبر حزب على قولة بالضبط، المادة مادة 58 تكلم منها رئيس مجلس الوزراء، والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير، وهم يرسمون خطة أو السياسة العامة للدولة. فهذا تضامن، هذه أغلبية، هذه أغلبية حكومية تدخل داخل البرلمان. التصريح هذا خذيت منه أن منطلق خوفك من هذا التصريح بأن الحكومة لا تريد أن تطبق الديمقراطية من الأساس. إحنا سبب مقاطعتنا لهذا الموضوع أن إحنا ندري فكرة هذا المرسوم إلغاء فكرة الرغبة الشعبية لأي أغلبية ممكن تجيب المستقبل. أنا ما أتفق مع هذه الأغلبية، لكن هذه إرادة شعبية، وأنا مؤمن دائما الأغلبية تتغير لأن مزاج الشارع لا يمكن أنك تتوقع يستمر في نفس المزاج. في 2009 كان عندك برلمان يصنف انه قريب جدا من الحكومه. في 2012 مو قريب لاصق الظاهر. يعني انا استخدم يعني تيرمز معينه او كلمات معينه. في 2012 لا، انت شفت
مجلس معارض، معارض لكن كان قاعد يتعاون في جزئيات مع الحكومة. لذلك اللي بوضحه، احنا في مقاطعتنا قاعد نرفض هذه الممارسة، لأن احنا قاعد نتوقع من هذه الممارسة لغينا حق وحيد موجود في الدستور، اللي هو حق الشعب في اختيار النظام اللي يختار فيه المجلس اللي يراقب فيه السلطة التنفيذية والرقابة على أموال البلد ونظامها. جميل، هذا يمكن الكلام قبل قليل قلت جملة مهمة جدا، رغم اختلافي مع الأغلبية، لذلك يبدو أن حملة قاطع جاءت لتكرس هذا الأمر، أن نحن نختلف عن الأغلبية، الأغلبية اللي منها نهج، اللي نهج اللي طلع منها الجبهة الوطنية لحماية الدستور وطلعت حملة مقاطعون. لذلك حنا وياكم، لكن ما نمشي على، ما نلبس نفس قميصكم ونلعب في نفس القميص، هذا السبب ولا لا؟ حملة مقاطع ونقاطع. شوف، العمل السياسي في تجاذب وفي تباعد، ما في إشكالية، لكن أنا ما تكلمت عن الأغلبية، أتكلم عن ممارسات، أنا ما أبي أتطرق فيها، لكن أنا ممارسات بالنسبة ك ك كتوجه سياسي وفكري أنا ألاحظها إن لا لا، أنا أبي من ناحية مقاطعون. نعم. وقاطع قاطع قاطع هي حملة بدأت بمجموعة شباب، منهم شباب من التيار الوطني وشباب مستقل، أتت الفكرة وطلعت بالساحة. جماعة مقاطعون كذلك مجموعة هي كانت قاعد ترتب أمورها من خلال اللجنة، أتوقع بسند يقدر يضيف فيها، لكن اللي بأكد لك إياه أن هناك تعاون لأقصى مدى ما بين الجميع، وفكرة قاطع ومقاطعون اللي دائما الجميع يحاول من خلالها ضرب الصف، أن لا المجموعة هذه فكرة مختلفة. أعتقد أنتوا نفسكم ضربتوا صفوفكم بالحكس. يعني مقاطعون وقاطع، مثل سلوى الجسار لما تقول في ناس، مو بس مو مقاطعون الحمد لله، في ناس ممتنعون، يعني نفس الشيء. يعني أنتوا نفس الفكرة، خلف ظل أيضا سؤال لك وساند، نفس الفكرة، ليش ما اندمجتوا؟ اللي يشعر فيه المتابع بأن والله حملة مقاطعون اللي هم نهج، اللي هم الأغلبية، يبحثون عن قربكم وتشرفون بنسبكم ومدوا أيدهم لكم، أنتوا شوي رادين وراء أو مغلين مهر البنت، يعني ما تبون تزوجونهم يعني. بس أوضح نقطة أخيرة، بس أنا يعني اللي أشوفه تعاون، ما أشوفه تباعد، سوري. مجموعة مقاطعون هم مجموعة شبابية كذلك، أنا بالنهاية مجموعة مقاطعون أنا ما أشوفها أنها هي تمثل أغلبية، لذلك التعاون معاهم، لأن إحنا حراكنا شبابي، قاعد نؤمن أن العمل الشبابي دائما هو العمل الصادق اللي يسعى إلى إيصال رسالة صادقة. أخوان المقاطعون إذا كان في تباعد بيننا وبينهم في تجمع الإرادة اللي كان لقاطع، ما حصلت الدعم منهم، اللي سواء كان بأكاونتهم سواء بتواجد شبابهم ووضع باجات قاطع، يعني حضروها وحقوا، كانوا متواجدين وكانوا داعمين. ما تحضرون، انا اقول دائما هم يبادرون. انا بعطيك الاجابه بعد قليل، بالعكس التعاون، التعاون مع مجموعه مقاطعون، انا افرق ما بين تروحون تحضرون ندواتهم في نعم في في تواجد وياهم. قبل امس اخ مهلهل المضف، احد البارزين في حمله قاطع، طالع في ندوه كذلك ومشارك ويا الاخوان، فهي التعاون موجود. من الاخر، قاطع تتبع التيارات التحالف الوطني، المنبر والتحالف الديمقراطي، صحيح؟ هي تتبع ولا مستقلة؟ هي شباب، في منا من شباب التيارات الوطنية، نعم، لكن هل هي مخطوفة من التيار الوطني؟ أنا أقول لك لا، لأن أنا عندي شباب مستقل لا يقبل أن هذه الحملة تجير لفئة أو للتيار. خالد الفضالة، مقاطعون كيف تأسست ولماذا؟ إذا كانوا مصرين على أن تبقى حملة قاطع بنفس شعارها، ليش ما ضميتوا لهم؟ بالنسبة حق مقاطعون، هي أيضا حملة شبابية، جميع العاملين فيها من الشباب، اللجان التنسيقية، لجان الدوائر، اللجان النسائية، الشباب. أساس الفكرة خرجت من الجبهة الوطنية، هي لا تتبع لا نهج أو الأغلبية، ليس عيبا فيهم لكن هذه هي الحقيقة. ولكن بسلمان، آليات العمل، وهذا أنا بالنسبة لي يعني رقي وجمال الديمقراطية الكويتية، وبالنسبة لي الشعب الكويتي أرقى ديمقراطيا من حكومته، ويتعامل بالديمقراطية أكثر من حكومة. خالد الإبراهيم وأنا اثنيناتنا ترى أعضاء بالتحالف، أنا كنت أمين عام سابق للتحالف وعضو جمعية عمومية، وخالد الإبراهيم عضو جمعية عمومية بالتحالف، كل واحد منكم في أي حملة. أي بس الفكرة مو فكرة أن والله لازم نحط المجموعتين مع بعض ولازم نشتغل، بالعكس
اكبر تعاون يعني لو تشوف مثلا بتويتر بمواقع التواصل الاجتماعي هي ما بين الحملتين. بالعكس انا عندي يكملون بعض وبالعكس اتمنى ان تزيد وفعلا صار شيء هذا. تصير حمله ثالثه قصدك يعني؟ ثالثه ورابعه وعاشره ممتنعون او شيء ما في مضره. الحين في الدائره الخامسه طلعت مجموعه اسمها مقاطعون الدائره الخامسه، نفس الشيء بالدائره الرابعه، نفس الشيء بالدائره الاولى. هذا السؤال اللي جايك له، ان الحملات هذه المقاطعه اللجان المقاطعه اللي في الدوائر تتبع لكم ولا مستقله؟ ما لها علاقه فيكم؟ المقاطعون لها لجان في كل دائره على حده، وفي تجمعات شبابيه في كل دائره تحركت هم من حالها ونعاون بعض. يعني مثل ما قال يعني مهل المضاف مشارك بندوه مالت مقاطعون، اليوم صالح الملا اللي هو من التيار الوطني ومقرب الى قاطع مشارك بندوه لمقاطعون وهكذا مع الدكتور فيصل مسلم وكذي. شوف سلمان يعني روعه هذا الحراك، يا ريت لو في كاميرا تصور شلون حراكنا قاعد يصير. خالد الابراهيم تو الحين جاي من 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 ديوانيه، كان عنده كلمه هناك. انا قبل اوصل هني كنت في لقاء نسائي في بيان. يوميا كل شخص فينا، وهذا غير عشرات الشباب اللي قاعد يشتغلون، كل شخص ها مجاميع يعني مو قاعد نروح مجموعه مقاطعون يروحون الديوانيه الفلانيه او مجموعه قاطع، لا مقسمين نفسنا الى مجاميع ومنطلقين. باليوم الواحد قاعد يصير في اربع خمس لقاءات بالدواوين او تجمعات. هذا الاسبوع فقط لا غير، هذا الاسبوع 25 ندوه هذا الاسبوع هذا. فيعني تحرك شعبي جميل، ايمان جدي بالمقاطعه، ايمان جدي بالمقاطعه، ديمقراطي نفس الموضوع. والاهم مجاني، ما كلفنا فلس واحد. الحكومه عشان تواجه يعني احنا عندنا مقابلنا الحكومه تصرف 2 مليون دينار بحملات اعلانيه بالشوارع بالراديو، حملات حتى سامجة ما فيها ملح، ما فيها نكهة. توي مشكلتها حط فيها شيء، توي مشكلتها ايه؟ مشكلتها أنا بالنسبة لي شيء واحد، عليهم 60 عافية، خلي يسوون الحملات اللي يبونها. بس أنا عندي مشكلة بشيء واحد، ولا مرة قالوا ليش نشارك. لا يقولون ولا مرة، حبا بالكويت، شعارات حب الوطن، لأجل المستقبل. بالنسبة لي المضحك لما تطلع الدعايات وتقول لازم تسمعنا صوتك، يحطون شخص انا قاعد يتكلم فجأة ينقطع صوته ويطلع الكادر يقول اذا انت ما تكلمت وما سمعتنا صوتك شو بنسمعك. الله اكبر، اذا والدواوين والحملات والندوات والمسيرات والتجمعات هذه منو؟ جميل. انا ودي والله اضيف على هذه الجزئيه. انا اليوم وانا بالدرب وجاي اللقاء شفت على اعلان على باص، ما ادري اذا هي جزء من حمله الحكومه، شعارها شارك، المشاركه حق دستوري. طبعا انا ارجع الى كذلك تصريح رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك امس، اتوقع وما اذكر مره ثانيه امس مع رؤساء التحرير، صحيح، يبرر دعم حمله المشاركه بان هناك اطراف تطالب المقاطعه. انا سؤالي شنو دور الحكومه في هذا الموضوع؟ ما دور الحكومه في انها تدخل، حتى قصدك المفروض تكون على الحياه العمليه الانتخابيه. ليش تشجع يعني تشجيع الناس بالعمليه الانتخابيه لان في طرف قاعد يطالب بالمقاطعه؟ زين انت ليش تقحم روحك بالعمل السياسي وفي طرف اخر يطالب بالمشاركه؟ ايش معنى رحت ودعمت هذا بالضبط؟ لذلك هذا السؤال اللي يطرح نفسه. زين اذا انت اذا اذا اذا, إذا الحكومه ترى موضوع المشاركه بان في اطراف تطالب بالمقاطعه، السؤال زين الاخر، الحكومه هل جلست مع روحها وسالت ليش هذول قاعد يقاطعون؟ بالضبط، ليش قاعد نقاطع؟ شنو الفكره من هذه المقاطعه؟ شنو فكره اغلب التيارات السياسيه ممتنعه، رموز وطنيه، شخصيات عامه، شباب مستقل، قطاعات عريضه من المجتمع، ليش قاعد تقاطع؟ في مقابل ناس عليهم يعني بعض الاقاويل هم اللي يدعمون المشاركه. اللي طيب اللي بوضحه بس انه بالنهايه هذه المجاميع مشاركه يمكن من اول ما تاسس الدستور مقاطعاتها كانت بسيطه. سؤال ليش الجميع تجمع في هالفتره؟ هذه رساله لازم تكون، عاده يكون بينهم تناحر وصدام. طيب اللجان، انا بتكلم عن اللجان حتى اطلب من الشباب في الكنترول ان يجهزوا لنا ارقام اللجان وعناوينها اذا بتحطونها تمررونها على الشاشه. ان شاء الله راح ناخذ بعد شوي اتصالات من رؤساء او من اعضاء اللجان في بعض الدول، ناخذ لنا اتصالين تقريبا ومن ثم نضع عناوين اللجان لمن اراد التطوع، خصوصا انا كما ذكرت امس بأن العنصر النسائي ينقصهم، يعني يحتاجون إلى عدد أكبر من العنصر النسائي. وصلتنا يعني معلومات بأن عدد من النساء الحرائر
أعلن تطوعهن للمشاركة. بعد قليل إن شاء الله سنضع أمامكم عناوين هذه اللجان للتواصل معها ومراسلتها. خالد الفضالة، نروح إلى مباشرة إلى السؤال اللي يدور الآن بين الدواوين في المنتديات. الخامسة والرابعة شبه محسوم أمرها أنها مقاطعة شرسة جدا، ما فيها بقايا يعني اللي راح يشاركون. الأولى نوعا ما يعني في مقاطعة في جزء وفي تصويت مشاركة في جزء. الكلام على الثانية والثالثة، الثانية والثالثة هم عامل التوازن. حدثنا عن النفس العام في الثانية والثالثة وتوجههم في هذا المجال وطريقة تعاملكم مع هذا الأمر كحملة مقاطعون. هو طبعا الأمر ينسحب على مقاطعون وعلى قاطع. أبو سلمان، كن على ثقة أن بالنسبة لنا احنا ما نشوف الكويت دوائر، احنا ما نشوفها أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، احنا نشوفها كتلة واحدة، دائرة واحدة. هاي نظرتنا لها وهذا أساس عملنا. المقاطعة من خلال تفاعل الناس في جميع الدوائر بلا استثناء شيء يا أخي نفرح فيه. وشوف خصوصا الدواوين، ترى احنا ما نروح الدواوين المؤيدة لنا، احنا قاعد نروح الدواوين المعارضة لنا. هاي دواوين ترى قاعد نزورها، انا ما في داعي اروح دوانية مؤيدتني اساسا. طبعا ما تتخيل كمية التجاوب، ما تتخيل كمية التجاوب. بعض الاسئله اللي انت قاعد تحرق فلوس الحكومه دافعين، وهي مو يا ريت فلوس الحكومه، هي فلوسنا احنا وهذا القهر اموال الشعب بالنهايه، هذا هو القهر. ما تتخيل التجاوب. واضيف ما يكون في حده في النقاش، كلمنا عن دواوين شو يصير فيها شو يتم فيها. شوف يعني اضيف على المساله اللي قلتها اللي هو الرقي في الحوار ما يعكس للاسف الشديد يعني الواقع الحقيقي اللي احنا قاعد نشوفه. مثل على سبيل المثال بتويتر، لان للاسف البعض يتخفى بعض يعني خلف اسماء وهميه وكذا، تشوف يعني مستوى يعني ينزل الى الشتيمه والطعن في يعني الاعراض وشيء مؤسف. ها وهذا شيء ترى يعني نرفضه على جميع الاطراف، اللي بيقاطع واللي بيشارك، لان بالنهايه ترى يجمعنا حب الوطن وتجمعنا الكويت. صح خلينا نختلف بالاراء وخلينا نختلف وجهات النظر، وخلي يكون في نقاش صحي، نقاش عميق، نقاش مبني على حقائق وارقام، ما يضر. هذه الديمقراطيه ترى بالنهايه. اذا كان النقاش يعني راقيا وهادئا ومثمرا في العاده، ها تطلعون منهم محولينهم الى مقاطعين؟ ما احنا ما نحول احد، هم يقتنعون. اي يعني تطلعون منهم بعد ما يقتنعون؟ هم يقتنعون، لان بالنهايه مثل ما قلت لك حتى الحمله الاعلاميه الحكوميه شنو اغلب حججهم ابو سعد عشان نكون في الصوره المواطن المشاهد. انا اقول لك بسبب الحملة الإعلامية الشرسة اللي قاعدة تحاول الحكومة أن تسبقها على الواقع الحقيقي لمجلس الأمة تحديدا. لما قاعد تطلع المراسيم هذه، ولازم سادة المشاهدين يعرفون، ترى جميع المراسيم باستثناء طبعا مرسوم تعديل الأصوات، جميع المراسيم هي بالأساس قوانين موجودة في مجلس الأمة وتم مناقشتها وتم عرضها على الفتوى والتشريع، والفتوى والتشريع وافقت عليها، ثم حولتها الى الحكومه، والحكومه حولها الى لجنه قانونيه داخل مجلس الوزراء وهم وافق عليها. وهذا طبعا جزء من 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 مشكله الماده 71 بخصوص المراسيم الضروره، اول كلمتين اذا حدث، مو كل هالقوانين هذه حدثت وخلصت بالسابق. فيعني نوعا ما يعني تحاول تمويه واستغفال الناس بامور يعني لما نتكلم ويا الناس فيها ينتبهون لها. محاوله اسباق كان الاغلبيه بغض النظر نتفق نختلف مع بعض القضايا، هذا شيء طبيعي وهذه الحياة الديمقراطية، وهم بالنهاية نتاج خيار الناخبين. ما حد جاب الأغلبية من شارع وحطهم، لا صار في انتخابات، مو مثل الحكومة معينين. المجلس 2012 اللي أبطلته المحكمة الدستورية مدته 127 يوم. يعقل مصايبنا اللي عايشينها والكوارث اللي احنا قاعد نعيشها بالكويت من تردي الاوضاع الصحيه التعليميه البنيه التحتيه الازدحام التعليم المناهج الدراسيه الحريات كلها بسبب هالمجلس هذا؟ لا، التاريخ يقول لك غير كذي. فعشان كذي ابو سلمان لما تناقشهم بالحقائق والارقام يشوفون الحقيقه قدام عينهم. قسم بالله انا ما نتعب حتى بالاقناع، لان العمليه جدا سهله. جميل. بس اكو جزئيه ابو سلمان انت مساطرك لها بخصوص المراه. للاسف حتى الحكومه قاعده تحاول تظهر ان الحلقه الاضعف على قولتهم المراه، بس هم يتناسون ان المراه شريك حقيقي بهذا الوطن، والمراه تتاثر وتؤثر،
وبنفس الوقت ترى المرأة ما هي بمعزل عن الحياة السياسية ولا الحياة الاجتماعية ولا الحياة الاقتصادية. أنا أمس واليوم وإن شاء الله باشر أمس كان عندي لقاء حواري نسائي في القادسية، وتوني الحين قبل أيكم كنت في منطقة بيان هم لقاء نسائي. ما تتخيل التفاعل اللي موجود، ما تتخيل إيش كثر إيمانهم بهذه القضايا، لأنهم فعلا شركاء بهذا الوطن ويتأثرون باللي قاعد يصير. ترى النساء حالهم حال الرجال، قاعد يشوفون المشاكل الصحية، يدرون أن آخر مستشفى انبنى بأوائل الثمانينات، يشوفون. إذن كانت يعني درجة الإقناع كبيرة جدا وكانت سهلة، يعني ما كان في ذاك يعني التعب في 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 هذا الموضوع جداً. في محاولة الإقناع جداً. بروح لبراكان، موضوع النقاط اللي يعتمد عليها المقاطعين اللي بيشاركون حملة ساشارك، طلع كلمة انقلاب، الأغلبية يبون ينقلبون، الناس يبون ينقلبون. لمستوا هذا الكلام ولا يقال هذا فقط في وسائل الإعلام، بينما في الحقيقة في الدواوين لا يقال هذا الأمر؟ شوف خلنا نتفق أن فكرة الحملات هذه الشبابية فكرتها مستندة إلى أمرين، وأنا أتكلم عن حملة قاطع. هدفين، هدف الأول إيصال الرسالة اللي إحنا مؤمنين فيها باحترام الدستور واحترام المادة، مواده كاملة وحق التشريع لدى مجلس الأمة. الرسالة الثانية أني أفتح حوار. أنا للأسف لازم أعترف أن الإعلام مو كله، ما بيقول الجميع، لكن الإعلام قاعد يرسل رسائل خاطئة. التشكيك اللي قاعد يصير في الشباب اللي كان ينزل ساحة الإرادة أو المسيرة والتخوين اللي صار، هذا الحاجز في البداية أنا أتكلم بصورة صحيح صادقة، عمل تأثير في دخولنا في الأيام الأولى. كانت الفكرة أنه كأن إحنا طرفين، طرف يدافع عن البلد والطرف الآخر لا يبي ينقلب عليه. هذا كله عبارة عن تأثير من الإعلام للأسف. وكذلك عدم وجود مسؤولية للحكومة في رد مثل هذه الخطابات. يعني ما تعتقد أن هي من يقف شوف يعني وراء الحكومة للأمانة؟ الحكومة أمس تم يعني صاحب السمو قبل يومين تكلم وقال أن أنا ما نخون وهذا حراك شبابي في مطالبه. كذلك رئيس مجلس الوزراء أمس أكد على هذا الموضوع. احنا لما كنا ندخل كان هذا هدفنا، حوار. ما هو الهدف؟ ابي الجزئيه المهمه، هل كانوا مؤمنين بها فعلا ولا فقط هذا ما نقرأ في وسائل الاعلام بدون شكوك؟ اي شكوك، هي شكوك. وانت بالنهايه لازم تؤمن انه مو كل من بالحراك السياسي، مو كل من سياسي، في اشخاص يقرون المانشيت ويؤمنون فيه. فبالنهايه لا، في ناس عندهم وجهه نظر ان في انقلاب ممكن، اي 100%، لكن الحوار هو الوسيله اللي يصير فيها تغيير الاراء. دخلنا وايد دواوين، أنا ما أكذب عليك، في دواوين تشوف المشاركة دور إيجابي لهم، هذا رأي يحترم ما هو خاطئ. إحنا قاعد نحاول نوضح رأينا الآخر. في فئة بتصوت الانتخابات لرد المرسوم، أنا ما أقدر أقول هذه الفئة مو صادقة، لا بالعكس صادقة. ممكن أختلف معها بطريقة، ولإيماني إنه قبولي مثل هذه الممارسة معناتها انتهاء العمل الديمقراطي، لكن بالنهاية هذا رأي، وإحنا لازم نؤمن. إذا نؤمن بالديمقراطية، الديمقراطية معناتها طبعاً رأي ورأي طبعاً آخر. الملاحظ أيضا، باخذ بعد قليل اتصال مع محمد قاسم منسق عام اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات، بس الملاحظ قبل أن نتحدث إلى الأخ محمد، بأن لو تلاحظون المقاطعين اللي هو قاطع والمقاطعون هو مقاطعون شكلوا لجان وراحوا يتحركون من دواوين وحطوا واجات و سأشارك الشعب وينهم؟ معتمدين على الحكومة. إذا الحكومة تعلم أن ليس لها عمقا شعبيا في هذا الجانب، لذلك هي تكفلت بالحملة ومصاريف الحملة كاملة، بينما الشباب هم من يتكفل بحملة مقاطعون وقاطع. أخذ محمد قاسم، حياك الله سمي. الله يحييك، يا أهلا أبو سلمان، يا أهلا ومرحبا. طولنا عليك وانت على الخط، معذرة لأن كان حديث الشباب فيه نقاط مهمة جدا. بالعكس كنت مستمتع بحديث الأخوة، أحييهم ضيوفك في الاستوديو. طول لي عمرك ويسمعونك ويردوا لك التحية. وسند والأخ العزيز خالد إبراهيم براكان، مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير. طرح أكلمكم عن دور اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات، ربما الأخوان كفوا وفوا في هذا الصدد والموضوع، ولكن أحب أنا أبدأ من حيث أنت ما انتهيت، وهو قضية دعم. أحب أبين للناس لأهل الكويت جميعاً شنو من وين جاي دعم اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات. احنا مجموعة مثل ما تفضل الأخ خالد الفضالة وذكر أن مجموعة من الشباب تجمعنا لهذه القضية من مختلف التيارات السياسية، مختلف الانتماءات، مختلف المناطق،
مختلف التوجهات الفكرية. يا أخوان لازم نركز، إحنا إيش يعني رافضين إن إحنا مختلفين؟ إحنا فينا اختلاف في التوجه الفكري وما إلى ذلك، ولكن الآن تجمعنا قضية، هذا المهم بغض النظر عن أي خلاف بين أي كتلة وأي مجموعة. فعندما تجمعنا اتفقنا أن تكون المساهمات بما بيننا بين الشباب، وأقسم بالله أن اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات على استعداد أن تقدم كشف بما صرفت على هذه الحملة وعلى عمل اللجنة الشعبية. هل تقدر وزارة الإعلام أن تقوم بعمل مماثل؟ خلي تبين لنا وزارة الإعلام، بما أنها اليوم وزارة الإعلام. أنا أوجه كلامي إلى السيد محمد العبد الله المبارك الصباح، وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة بصفته، وأسأله يا أبو عبد الله، ليش أنتوا جعلتوا من أنفسكم نزلنا؟ إحنا شباب وإحنا جزء من حراك الشارع الكبير، ليش وزارة الإعلام اتخذت من الشباب الكويتي ندا لها وتدعم بهذه الأموال الحملة اللي قاعد نشوفها إحنا كلنا بشوارع الكويت، وبالمقابل إحنا كل وسائلنا واعتمادنا على مساهمات يعني بسيطة بين الشباب ووسائل التواصل الاجتماعي لتويتر هذا وزيارة الدواوين؟ هذه بكل بساطة عملنا واضح ومعلن، أهدافنا معلنة، المقاطعة هي رسالة وليست الغاية. رسالتنا بنوصل أن إحنا نرفض نهج الانفراد بالسلطة، سواء كانت السلطة متمثلة بالسلطة التنفيذية بال16 وزير وسمو رئيس مجلس وزراء، ولا كانت السلطة متمثلة بأن سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وظائف. احنا كلنا متفقين على احترام الدستور ومبادئ الدستور. ومن هالنقطة أحب بس أنوه وبشكل سريع عن النشاط يوم الانتخاب، أحب أؤكد أن اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات، وأعتقد يعني براكان يعني راح يؤكد على هالموضوع أيضا من قبل حملة قاطع، أن لن نعرقل العملية الانتخابية، وبالعكس نحترم الرأي الآخر. لا لا، أنا بيها بتفصيل عشان الناس يكونوا مطمئنين. يعني الآن لكم محمد لجان في جميع الدوائر. أي نعم. أولا ماذا عن العنصر البشري؟ هل عندكم نقص؟ وإذا كان نقص رجالي أو نسائي هذا واحد. شيء ثاني، آلية المراقبة. الناس يتسألون شلون؟ هل بتدخلون الناس كمناديب؟ هل بتوقفون الناس يصورون؟ هل بتوقفون الناس يتكلمون أمام المدارس؟ شرح لنا الآلية شلون راح تساهمون في حملة مقاطعون في هذا الجانب. ممتاز، شكرا لك أبو سلمان. طبعا راح نعتمد في آلية عملنا على القانون والوسائل الدستورية السلمية. مثال يعني مطلوب منا يوم الانتخاب مثلا تشكيل فرق أمام المدارس، يعني مثلا فلنفرض على سبيل المثال محمد قاسم يصوت في ضاحية عبد الله السالم، يروح عند مركز ضاحية عبد الله السالم. خالد الإبراهيم يصوت مثلا على سبيل المثال في السرة، يروح عند يعني مقره بالسرة. وجودنا في أمام مقر الاقتراع بشكل قانوني، كنا احنا مصوتين وناخذين تابعين لهذه المنطقة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، ما راح يزيد التجمع عن 3 عشان نحافظ على القانونية، وإحنا الآن يعني مجرد راح سنكون لرصد أرقام، لرصد ومتابعة أرقام الناخبين علشان نتأكد أن هل إحنا لما عملنا شيء مؤثر أم لم نعمل شيء مؤثر، وليكون عندنا يعني إحصائية دقيقة إحنا أشرفنا عليها ونرجع لها ممكن بالمستقبل لمجرد المراقبة يعني. وليس زين من ناحية العناصر البشرية، في النوايا الحكومة وإن كان عملها ظاهر، ولكن طيب نروح العناصر البشرية. نعم نروح محمد للعناصر البشرية. العنصر النسائي عندكم متوفر بحيث أن اللجان النسائية يروحون يغطونها عدد من النساء؟ إذا عندكم نقص قول الآن، أمامكم مفتوح المجال. معلش أبو سلمان، إيه العمل على قدم وساق في اللجان الخمسة رجال ونساء لحث الناس على المقاطعة من خلال وسائل التلمية، من خلال زيارة الدواوين، الحث والإقناع والتعبئة الجماهيرية. ربما راح نحتاج إلى دعم، خصوصا لأن الخطة اللي اطرحها لتغطية يوم الانتخابات تتطلب عناصر بشرية من الرجال والنساء، شباب وبنات. نحتاج ان نغطي كل يعني المهمة بسيطة، احنا نبي نراقب ونقيم عملنا. احنا نعتقد ان في استفتاء شعبي الان يجري من الناس اللي يعني ترفض نهج الانفراد بالسلطة، ترفض مرسوم الضرورة، ومن الناس اللي ميدته. هذه بالنسبة لنا القضية، ما هي قضية الصوت الواحد ولا 10، هي قضية مبدأ. وأعتقد الإخوان يشاركوني بهذا الرأي.
نعم وطرحوا هذه الفكرة قبل قليل في بداية الحلقة. بس لأذكر لقضية الحاجة. نعم نحن بحاجة إلى عناصر من الرجال والنساء في مختلف الدوائر كل حسب دائرته أنه يقوم بالاتصال بالمنسقين من خلال الأرقام إذا أنتوا في. نعم بنحطها إن شاء الله بعد قليل. ما ادري اذا الكنترول مجهزينها عشان نحطوها ان شاء الله بعد قليل او بعد ما نطلع فاصل، لاني بعد ما اخذ انتهي من الاتصال معك راح اطلع فاصل واعود اكمل ان شاء الله تكون الارقام كلها جاهزه. شكرا محمد قاسم منسق عام اللجنه الشعبيه لمقاطعه الانتخابات، فعلا يعني خير من اخترته كمنسق عام، رجل متحدث لبق ونشط جدا والحماس الحماس مهمه جدا والله. يعني رمي قفاز التحدي على وزير الاعلام يعني يضع وزير الاعلام في خانه ما أعتقد أن راح نحسد عليها. راح أعود بعد قليل إن شاء الله للحديث مع ضيفي، أحدهما خالد الفضالة من حملة مقاطعون وخالد الإبراهيم من حملة قاطع إن شاء الله، ونستكمل حوارنا للحديث عن المقاطعة وآليات المقاطعة والفكرة والرؤى اللي حواليها، وسننتقل أيضا للحديث عن المسير اللي إن شاء الله راح تكون يوم الجمعة قبل الانتخابات بيوم. ابقوا معنا. إذن استمر حوارنا مع اثنين من حملات المقاطعة، حملة مقاطعون خالد الفضالة وحملة قاطع خالد الإبراهيم. الآن قبل أن أعود إلى ضيفي للحديث عن حملة المقاطعة وعن المسيرة كما وعدتكم، سنضع أمامكم إن شاء الله أرقام الحملات وكيفية للتواصل معها لمن أراد أن يتطوع. هذه الأرقام أمامكم على الشاشة، خلوها لنا شوي نص دقيقة بعد زيادة عشان كل واحد من دائرة يريد أن يتطوع ينسق مع الدائرة اللي موجودة أمامه، والبريد الإلكتروني واضح أمامكم. ما بقى يمكن إلا كما تعلمون الانتخابات يوم السبت، باقي أمامنا ثلاثة أيام، فمن أراد أن يتطوع يبادر ويستعجل في التطوع كي يتمكن من التنسيق مع حملة المقاطعة. طيب نخلي هذه بعد شوي إن شاء الله نعود لكم إن شاء الله، ونضعها قبل نهاية الحلقة، نضعها أمامكم إن شاء الله لمن فات عليه التسجيل. أعود الآن إلى ضيفي، وعندك الأستاذ خالد إبراهيم. بالنسبة لحملة مقاطعون يبدو من كلام محمد قاسم قبل قليل أن عندهم لجان في الدوائر، ماذا عن حملة قاطع؟ عندكم لجان في الدوائر ولا لا؟ العمل مثل ما قلت لك أبو سلمان في تعاون، في إحنا كلجان إحنا متجهين إلى أكثر التواصل مع الدواوين أكثر من الاتجاه للندوات، لكن في تنسيق بيننا وبينهم. العمل قائم بتنسيق ليوم الانتخابات، راح يكون هناك ترتيب في عدد الدوائر، توزيعنا راح يكون توزيع مشترك، فيعني يوم الانتخابات ما في شيء اسمه قاطع مقاطع، لجنة مشتركة هي قائمة. وأنا هذا اللي ودي أأكد على الجميع أخوان، الحملة هي مشتركة لكن ممكن الأسامي مختلفة، لكن الهدف واحد والعمل متواصل التعاون فيه إلى أبعد مدى. يعني أأكد على أن يوم الانتخابات هناك تنسيق قوي، وهذه اللجنة المشتركة قاعد توصل إلى إن شاء الله نتائج إن شاء الله راح نشوفها كأهدافنا بالحملة اللي نبيها. كم حاطين في 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 ذهنكم أستاذ خالد إبراهيم قبل لا أنتقل نفس السؤال لأستاذ خالد فضال، كم نسبة المشاركة راح تكون؟ الحديث يدور حول رقم 30%، 30% وهو التحدي لوضعنا أمامهم، يعني بعيدة عن أحلام الحكومة. صحيح. حديث الواقع كم تتوقع؟ قبل لا أتكلم عن الواقع أو الرقم اللي أنا أتوقعه، أبي أوضح شغلة، يعني هذه من زياراتي للدواوين والطرح دائما متكرر. الجميع يحدد أفريج أو المتوسط الانتخابات بأنه 60%، ويفرض من أنه إذا المشاركة أصبحت أقل فمحتاجين أنه لازم تصير 30%. أنا ودي أوضح جزئية، يعني إذا جانب الإحصائي يؤخذ بهذه الطريقة، احنا في هذه الانتخابات بطريقة مختلفة، انتخابات بنظام مختلف، 5-1، نظام لا يمكن انك تستند الى متوسط حسابي حق نظام كان 5-4. واذا خذينا يعني راي الطرف الاخر بان 5-1 راح تشجع الناس على المشاركة، فالافرج هذا او المتوسط هذا من 60 راح يوصل الى 80 او 75، هذا المنطق يقول. لذلك لا يمكن. طيب يمكن قد اختلف معك او يختلف معك الاخرون يقولون لك والله لا بالعكس. طبعا صار في تغيير للدوائر من 10 الى 25 في 81. صحيح. وقيست على نفس المقياس. صحيح. هي الان تغيرت من 10 من 25 الى 5 ايضا نفس المقياس. انا اتكلم بالنهايه عن ارقام. انت لما تبي تشتغل احصاء انت محتاج تشوف شنو فرضياتك،
لا يمكن أنك تفرض فرضية وأنت عندك نظام متغير فيه. لذلك أنا ما قاعد أسبب ولا أتعذر ولا، أنا بس أوضح للناس هذه وجهة النظر. التوقع كم؟ التوقع أنا بالنسبة لي أتوقع أنه راح نحصل رقم جداً جدا جميل. يعني تطمح لوزاره الخارجيه خالد ابراهيم؟ ما تبي تجاوبني؟ لا 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 ممكن اطرح لك اياه. انا متوقع ان 30% هذا يعني من تكسرونها. نعم نعم نعم. لسبب واحد، ان قاعد اشوف التجاوب كبير، تجاوب كبير، واذا خذينا التيارات السياسيه، الرموز السياسيه، الشخصيات العامه، كل من قاعد يتكلم عن مقاطعه. ودي كذلك اوضح نقطه اخيره اساس اعطي المجال حق اخوي ابو سنه. يا جماعة ترى في طرف آخر راح يشارك، ها، وراح ضد المرسوم. هذا الطرف ترى خطأ اعتباره أنه هو طرف مشارك كذلك. هذا طرف بس يحسب، يحسب مشارك. يحسب. أنا بس أوضح بصورة عامة سياسية. الرفض السياسي. تقصد الورقة البيضاء مثلا؟ لا مو الرفض. في ناس راح تشارك، راح تصوت حق نواب، في كم نائب تكلم عن أنه إذا وصل البرلمان راح يفرض، راح يرفض هذا القانون. فهما يعني هم هذول حملة، ممكن يكون حملة وطن النهار، مجموعة شبابية اتجهت إلى هذا الاتجاه وكانت تتكلم أنها تشارك وتسقط هذا القانون. فاللي بوضحه من ناحية سياسية ترى الرفض جدا كبير حتى وإن كان في ناس مشاركين. جميل. خالد الفضالة نفس السؤال، الرقم هل أنتم متفائلين بصورة أو بأخرى؟ وكم الرقم هل تكسرون 30 اللي هو المعيار الموضوع من أمام المجتمع يعني كرأي عام؟ بس هي بالنسبة لنا، يعني قبل أجاوب سؤالك، بالنسبة لنا السالفة ما هي سالفة أرقام ولا هي مباراة كرة، يعني من بيب أكثر من بيب أقل. يحزننا، يعني خلينا نتكلم بصراحة، ترى يحزننا إحنا خصوصا كل سنة يصير فيها انتخابات، إحنا دعاة المشاركة، كنا نحفز الناس إن شاركوا ولازم تشارك، لازم تشارك، ولكن حسب الأصول الدستورية والقانونية اللي رسمها الدستور لنا للأسف، وهذا شيء ترى محزن بالنسبة لنا، أن ندعو الناس أنها تقاطع، ولكن إحنا ندعوها أن تقاطع بإيجابية. إحنا سنشارك، ومشاركتنا من خلال المقاطعة، من خلال رفض أي ممارسة تخرج عن النص الدستوري. بس إذا تبي تسألني على رقم، أنا أقول لك إياها يعني بكل ثقة، أن الحكومة يعني راح تتراجع عن هذا المسلك بسبب الرقم، راح يكون جدا متدني. أنا قلت لك بالبداية بساعة بحديثنا أن الناس ما تثق بالحكومة، ولكن النقطة المهمة، لأنهم عارفين أن النسبة جدا متدنية، قاعد يطلعون لك بشغلة جديدة، وهذا لازم نكون يعني ناخذها بعين الاعتبار ونكون واضحين مع الناس فيها. شو يقولون؟ يقولون الانتخابات الماضية نسبة المشاركة 60%، فالانتخابات القادمة إذا وصلوا 30% فهي نص 60، فمعناته نص المواطنين الموافقين. زين لحظه، وين باقي ال 40%؟ وين باقي ال 40%؟ هذا النوع من الخطاب، ليش اقول لك للاسف ان لا الحكومه ولا وزاره الاعلام ولا يعني احبائنا بالفريق الاخر قادرين يوصلون فكرتهم، قاعدين يلفون يعني هل هل هالامور اللي يعني تنافي العقل. جميل. كان ودي ابو سلمان انه يقولنا ليش نشارك؟ ليش نشارك وليش نقاطع؟ ما قدروا. دخلنا معهم في مناظرات، في حوارات كانت جدا راقية وأسلوب حضاري يعني بشكل عالي، بس ما قدروا لأن هذا شيء مخالف للدستور. أفهم كلامك أن الدوائر يعني وفي راح تكون حملة مقاطعة شاملة قوية جدا تكسر هذا الرقم 30 بنسبة كبيرة. أنا أعتقد رقم 30 يعني مبالغ فيه اصلا، يعني هذا حلم للحكومه. ها، حلم ولن يتحقق. جميل. اخذ معي من لجنه المقاطعه في الدائره الرابعه رحيل الثنيان، حياك الله. الله يحييك، مساك الله بالخير ابو سلمان. يا مرحبا، مساء النور. هلا اخوي رحيل. والوضع عندكم في اللجنه، هل اموركم كلها على سنقه 10 ومكتمله الامور وكل الاركام مكتمله، عناصركم رجالا ونساء، وتم توزيع الخطه وكل شيء؟ حدثنا عن هذا الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مسي عليك بالخير ومسي على ضيوفك الأخ خالد إبراهيم والأخ خالد الفضالة. بالنسبة للمقاطعة والرقم 30 يتكلمون عنه، أعتقد أنه راح يكون بالنسبة للحكومة حلم بالمشاركة في الدائرة الرابعة، لأن حقيقة اللي قاعد نلمسه
أن ما في أي مظاهر انتخابية موجودة في الدائرة الرابعة، لأن المقرات الانتخابية فاضية، ما في مرشحين يفترون على الدور. رغم أن اللوحات الإعلانية رحيل واجد، أنا شفتها عندكم في الرابعة كل يوم، شفتها الروح الأعراس، في حملات انتخابية، في إعلانات مرشحين، لكن ما ندري عن نسبة لا، في حملات صحيح، اللوحات الإعلانية موجودة وهذا مخالف لقانون الانتخاب أصلاً يعني، بس السنة هذه اسمحوا لهم الانتخابات هذه بالذات أنهم يحطون لوحات إعلانية بالشوارع، ولكن لما تمر على المقرات الانتخابية شوف فاضية كلها المقرات الانتخابية، ما في أي مظاهر انتخابات ولا المسجات اللي قاعد تنزل وزارة الإعلام، ما كان في انتخابات أصلاً بالدائرة الرابعة. جميل، ماذا عن النفس الشعبي في الدائرة الرابعة، النفس العام؟ أعتقد أنه مقاطع بشكل كبير يعني، ما أتوقع أنه بنسبة تقريباً أنا أعتقد ما تعدى المشاركة نسبة 20% بالدائرة الرابعة. والله رحيل اثنيان ايضا يرمي بقفاز التحدي في وجه الحكومه، 20% فقط يمكن اللي على احسن الاحوال اللي راح يشاركون. الكل يعني لما نزور الدواوين، لما قاعد يعني نشوف راي الشارع، الكل مقاطع، رجال نساء، جميل، الناس الكبار بالسن كلهم مقاطعين، ما في جميله سالفه الجنسيه يمكن مسبب ربك لبعض الشيبان. لا اطلاقا هذا الامر تجاوزوه العالم، خلاص ما عاد فيه، والله لمسناه يمكن يا اخوي رحيل. طيب نواقص لجنتكم على عجالة إذا حبيت أبو ثنيان، نواقص اللجنة كعدد بشري وكاحتياجات للجنة عشان يسمعونك الآن الناس. نقطتين الشباب ما قصروا يعني، هي مجرد يعني ما في أي نواقص عندنا من ناحية الإعلانات ولا من ناحية الباجات ولا، هذه كلها تطوع من الشباب اللي مشاركين باللجنة. الأعداد المتطوعين كلهم قاعد تزيد، وكلهم قاعدين ينضمون لنا. اكتفيتوا بالعدد الحين؟ والله عدد كبير، لان اصلا يعني ما يفهم بعض بعد الملتقين، عارف يعني لما نلتقي في كل اجتماع يزيد العدد. جميل، يعني اذا اللجنه الرابعه نقدر نقول اللجنه الرابعه اكتملت العدد، ما عاد في حاجه احد يعني. اي نعم، حتى الندوات يعني احنا الحين في ندوات عندنا يعني ممكن نسوي يعني ندوتين باليوم او ثلاثه، مو قادرين ننسق بالندوات، لان الكل قاعد يبي يسوي ندوه عنده في ديوانيته للمقاطعه وللمقاطعين او قاطع. الوضع في الرابعه محمس. شكرا 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 لك اخوي رحيل اثنيان من حمله المقاطعه في الدار الرابعه. الحمله في الدار الرابعه يعني يبدو انها يعني وصلت الى مراحل متقدمه جدا، كل العنصر البشري مكتمل. خلينا نروح الى براكان، عندك الخوف الان، خلصنا من المقاطعه، ان هدف المقاطعه وليش وش الداعي للمقاطعه، لكن الناس هناك يتخوفون، الناس يقولون يا اخي لا يصير فينا مثل ما صار في الدول الأخرى اللي قاطعت، مثلا العراق قاطعوا السنة تحديدا في العراق وحصل لهم ما حصل الآن، لا يتكرر الأمر نفسه مع الكويت ويستمر هذا المجلس ويقر قوانين لا نرغب بها، يعني يختزل كل مكتسباتنا ويمسح بمكتسباتنا الأرض. ايش تعليقكم أبو سلمان؟ أنا خلنا نبدي بجزئية يعني لازم نأكدها، فكرة الحملة يصار رسالة سلمية للحكومة لمعرفة الغضب الشعبي ضد هذه الممارسة اللي قامت فيها. الحين هذه الرسالة إذا وصلت بأرقام منخفضة مثل ما احنا قاعد نتكلم عنها، احنا نتوقع من الطرف الآخر انه يقرأها عدل ويقرأها متمعن، انه يترك الموضوع للوقت ويهملها ولا يهتم بهذه الرسالة، انا اتوقع مو من صالحه لسبب واحد. احنا بالنهاية هذا حراك سياسي، اللي يتوقع أن الحراك راح يقف عند المقاطعة فهي صعبة، التيارات السياسية كلها بالخارج، كلها خارج البرلمان. الحراك السياسي أنا دائما أقول حق الإخوان، الحراك السياسي اللي يربطه فقط في مجلس الأمة للأسف ما عنده النظرة الشاملة للعمل السياسي. العمل السياسي ما هو مربوط بعضو داخل البرلمان، يعني لو تيار سياسي يفقد عضو داخل البرلمان، ما عنده ولا عضو داخل البرلمان، يسكر مقره وينطر الانتخابات اللي بعده ويتحرك؟ لا، يعني مو معقوله. فالحراك السياسي وتغيير الراي والتاثير على الراي العام وايصال الرساله بعده طرق سلميه مشروعه حسب الدستور، هذا دور كل تيار سياسي، وشباب الحراك لهم دور في هذا الموضوع. جميل، عندك خالد إذا بتضيف نقطة على هذا الجانب. أيضا بقفز إلى السؤال الذي يلي، ماذا بعد الانتخابات؟ اللي يعني فهمته أو عرفته من الاتصالات بأن الحملة ستتحول من قاطع ومقاطعون إلى إسقاط مجلس، ويتم تسمية المجلس الآن لم يتم اختيار اسم المجلس أو الصفة اللي نعت لهذا المجلس، ماذا أعددتم لما بعد يوم السبت القادم اللي هو يوم الانتخاب؟ أنا أو شيء بس إذا تبي تمر على النقطة اللي قبل قليل. أنا بس أضيف على أخوي بركان،
ان اول معضله راح تواجهها الحكومه في يوم 2/12 هو تشكيل حكومه جديده. شلون بتشكل حكومه ما فيها اي غطاء من اي تيار سياسي؟ هذه اول معضله تواجهها. اول مطب راح تواجهه هو الشيء هذا. من اي تيار سياسي؟ في تيار سياسي، في تيار سياسي. معظم التيارات السياسيه، غالبية التيارات السياسيه خارج، خارج خارج الانتخابات. فبالتبعيه راح تكون ايضا خارج، يعني لما تقاطع الانتخابات راح تقاطع الحكومه ايضا. عرفت؟ وهذه معضله انا متاكد يعني علم اليقين ان الحكومه اصلا ما فكرت فيها. لانها هي تتعامل يوم بيوم. اما بالنسبه لبعد الانتخابات مثل ما تفضل اخوي ركان، ترى اي تيار سياسي محترف يخسر بالانتخابات، باي انتخابات عاديه، بعد يوم الانتخابات ما يسكر بيبانه وعقب 4 سنين يرد يطلع ويطلع مرشحينه، لا، في حراك مستمر، حراك سياسي دستوري قانوني سلمي مستمر. العمليه اللي احنا قاعد نعيشها اليوم هي عمليه سياسيه وخلاف سياسي. يعني اللي بفهم ان حمله مقاطعون وحمله قاطع ستتحول الى حمله اسقاط مجلس؟ هي حمله راح تستمر في المطالبه والمناداه في ارجاع الامور الى نصابها الصحيح. بسلمان، هي المساله جدا واضحه. هذه الحكومه اول شيء راح تقص بالمجلس الجاي، تشكيل الحكومه راح يكون بالنسبه لها جدا صعب، تنفيذ اي برامج وهي لا تملك لا كتل برلمانيه لا بالمجلس ولا غطاء سياسي في الحكومه، هي راح تعرقل نفسها بنفسها، يعني بالعاميه راح تعرشب. عرفت؟ لا فعلا هذا واقع ومؤسف، ها، ويحزننا، متعودة، بس احنا حذرنا حذرنا من هذا الكلام. يبقى هناك في شق دستوري ايضا، النائب السابق المسي عليه بالخير صالح الملا والمحامي عبد الله الاحمد اقاموا مؤتمر صحفي قبل اسبوع وتكلموا عن طعن نية الطعن بالانتخابات وما يترتب عليه مرسوم الضرورة بتعديل عدد الأصوات. ففي أكثر من مسار، لكن مسارنا مستمر. هذا طبعا يعني جزء من، يعني حتى ساعة مع كلام أخوي الحي الشمري، جمال وروعة الحراك الشبابي والشعبي أن أبو سلمان أي حراك متشبع بالدستور والقانون مصير النجاح بالنهاية، مصير النجاح. تقيس على دلائل معينة؟ الدلائل واضحة، التفاعل لما حدث والتحالف والمنبر والشعبي، جزء كبير من السلف المستقلين اللي بالعادة بينهم اختلافات سياسية أو فكرية واضحة، لما هذيل كلهم اجتمعون، لما نواب الأغلبية في المجلس السابق، لما محمد الصقر، صالح الملا، أسيل العوضي، مرزوق الغانم، لما هذيل كلهم اجتمعوا، معقول هذيل كلهم غلط؟ نعم، حسن جوهر كذلك. حسن جوهر الله يذكره بالخير. يعني المسألة واضحة، الكتاب ينقل من عنوانه أبو سلمان، الحكومة هي عارفة أنها غلط، لأول مرة تقوم في حملة تدعو الناس للمشاركة. هنا الخطورة، يخشى بأن يتم استغلال هذا المجلس لتقويض المكتسبات الشعبية وتفريغ الدستور المحتوى صياغه قوانين اخرى وامور اخرى. خالد، هذا هو السؤال، اما تخشون من هذا الامر لتصبح مهمتكم بعد ذلك اسقاط هذه المستجدات ومن ثم العوده لاسقاط الاساس اللي هو وسلمان قانون. الشعب الكويتي، الشعب الكويتي صار محترف سياسه، سياسه في هذا المجال تحديدا، لان من عام 62 لليوم والسلطه قاعده تحاول ان تفرغ دستور المحتوى، تحاول ان تلغي الدستور، وذكرتها انا بساعه، من تزوير انتخابات، حل مجلس الامه مرتين، حل غير دستوري، تعليق العمل بالدستور، المجلس الوطني، تعديل الدوائر، تعديل الاصوات، اصبحنا محترفين. ما راح تقدر تمشي، جميع المشاريع هذه فشلت بالنهايه. جميل. وترى بس جزئيه اخيره، ترى الشعب الكويتي نفسه طويل. نفسه طويل، مساله مو شرط تنتهي اليوم مباشر. مستمرين. مستمرين طبعا، لان بالنهايه ترى احنا اللي حامينا بعد الله سبحانه وتعالى هذا الدستور، فما ممكن ان نفرط فيه. جميل، اروح لك خالد ابراهيم. اذا امكن مسلمان بس اوضح جزئيه، الحراك اللي القائم حراك قاعد يسعى الى ديمقراطيه. احنا هدفنا شنو الهدف؟ شنو بنوصل؟ الهدف اللي بنوصل له انه يوم من الايام نشوف ديمقراطيه كامله. بو سلمان، اللي يتوقع ان الموضوع فقط 5-1 و5-4 غير، يعني مو فاهم الفكرة عدل. وأنا أتوقع الحكومة لازم تبدي تطالع، لازم تفهم الشباب،
لازم تفهم ان هذا الشباب اللي قاعد يتحرك مو هدفه فقط يعمل له ازعاج وينزل الشارع. الشباب هذا قاعد تطور ووصل من مرحله من الرقي بمقارنته بدول عالميه متطوره، يؤمن ايمان تام ان الديمقراطيه لازم توصل يوم من الايام وتصل الى الديمقراطيه الكامله. انا مثل هذه الممارسه اذا حدثت انت الغيت كل امال هذا هؤلاء الشباب في انه ممكن يطورون العمل السياسي، ان تكون هناك احزاب، ان تكون هناك نظام. هذا مقصود من السلطه بان يعني قبل لا تروح الى خطوات اخرى لا نخليك تعابل بمصيبه، كل ما تقدمت خطوه نردك وراء، وهذا صراع. وهذا ابو سلمان هذه جزئيه خطره، احنا نقول بالنهايه لازم تسمعون للشباب. الشباب ما هو مثل الشباب قبل، مطلع بامور مختلفه. الشباب اصبح مثل ما قال ابو سند شباب سياسي واعي وقام يقارن وقاعد يطالب مطالبات بطريقه سلميه وقاعد يحترم الدستور الى ابعد مدى. الإشكالية لما ما تكون من صوب الحكومة أذان تسمع، إحنا نعول على أن هذه الرسالة إذا وصلت أن الحكومة تقرأها قراءة صحيحة، الحراك السياسي مستمر اليوم إلى أن يعود المرسوم وتعود الأمور كما كانت. المشكلة أن أنتم إذا عادت الحكومة راح تستمروا في مطالباتكم بحكومة برلمانية، فإذا تضطر الحكومة إلى خلق عرقلة جديدة. بسلمان الحكومة البرلمانية قادمة، الديمقراطية الكاملة قادمة. إحنا قاعد نتكلم عن تطوير سياسي للعمل السياسي، فكر يتعاون في السلطة التنفيذية ويا التشريعية. إذا السلطة التنفيذية لا تريد التعاون فإحنا في مشكلة كبيرة. إذا هذه مسيرة شعب، وسيرة شعب وملحمة شعب مستمرة إلى أن تصل إلى يعني هدف معين. الهدف هذا لن يكون هو الغاية وإنما الوسيلة، كما يعني يرى الشباب بأن الحكومة البرلمانية أو النظام البرلماني الكامل المتكامل اللي تبدأ بعد ذلك مرحلة البناء. معاي باتصال مهندس يونس الكندري، حياك الله. يا هلا أبو سلمان. حياك الله مهندس يونس، أنت من الشباب المقاطعين، انضميت اللجنة ولا إيش عندكم من تحركات في موضوع المقاطعة؟ والله يا أبو سلمان أنا بالبداية بوضح كلمة. إحنا مجموعة شباب من الكنادرة في الكويت بشكل عام، أو في يعني أنا عن نفسي بالدائرة الخامسة بس إحنا نعم في الكويت بشكل عام. الله يسلمك. إحنا ما راح نتكلم باسم الكنادرة كلهم لأن ما حد يحق له يتكلم باسمهم، ولكن نتكلم باسمنا كشباب محترق على الكويت، المستقبل مستقبل هذه الديرة. لذلك إحنا عود من حزمة في هذه المقاطعة. نقول يا أبو سلمان إحنا كلمة واحدة، الكويت الآن قاعد ترسم خريطتها السياسية الجديدة، مستقبلها السياسي الجديد. لذلك سنشارك في الاتجاه الصحيح. احنا نفتخر ان في المجلس الوطني ما كان في ولا كندري، لذلك سنسعى على رسم الخارطة الجديدة للكويت المشرقة، ولا واللي بينزل فهذا شيء يعني هذا شيء راجع له هو شخصيا، واحنا راجع لنا. انا عن نفسي شخصيا بيتنا كله مقاطع، احنا بالدائرة الخامسة وبيتنا كله مقاطع. جميل. لذلك انا اقول انه يعني احنا شباب واحنا عود من حزمة، من مجموعة من الشباب الحراك، وإحنا بوسطهم. وللأمانة في كنادرة أنا ما عرفتهم إلا من هذا الحراك. أها جميل. يونس السؤال على السريع، نبي إجابة على السريع عشان ألحق على الضيوف. ماذا عن المسيرة؟ بيتكم كلهم مقاطع وزملائك، هل أيضا تحثون على المسيرة وتطالبون الناس بالمشاركة بالمسيرة القادمة يوم الجمعة؟ طبعا إحنا الآن من الآن يعني قاعدين نشحد الهمم على المسيرة طبعا، وراح نشارك يعني بشكل كبير. جميل. وبشكل غير مسبوق، لان في ناس كانوا تقول انه يعني ان السالفه مو مرخصه ولا مرخصه، فالحين ما حد له عذر، فالكل ان شاء الله مشارك في المسيره القادمه. جميل، شكرا لك مهندس يونس الكندري من الشباب المقاطعين والداعين الى هذه الامور. قبل ان اخرج من موضوع المقاطعه واتجه الى المسيره، اذا عندك شيء تضيفه لاني بدش في المسيره اخوي ابو سعد. جميل، نروح المسيرة الآن. هناك من يقول بأن ما كان له داعي تعطى الحكومة هذه الصلاحية وهذا الكرت لتلعب به اللي هو ترخيص. أنت كخالد الفضالة مع المطالبة بترخيص ومع هذا السعي المسعى اللي نجحوا فيه الشباب بالاستخلاص أو الحصول على ترخيص، أو ضده لأنه يخالف المبدأ ويخالف القوانين؟ هذه نقطة. وكم تتوقع
راح تكون المسيرة في يوم الجمعة القادمة بعد أن حصلت على الترخيص؟ بالنسبة لي وبالنسبة لكثير أنا عندي يمكن 6 دقائق نحاول يعني بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من الشباب ما كنا أصلا ناطرين إحنا يعني ترخيص من الحكومة، لأن إحنا عارفين القانون أكثر من الحكومة. المسيرة هذه ما تحتاج إلا إلى أخطار، ومثل ما تابعنا يعني أنا كمتابع لحساب مسيرة كرامة وطن قريت في البيان اللي أصدره أن عنوانه أخطار إلى وزارة الداخلية، وهذا كان كل المطلوب. احنا ملتزمين بالقانون وبالدستور. للاسف الحكومه واكبر دليل على يعني التلاعب بال 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 بالامر، المسيره الاولى والثانيه كانت غير قانونيه ومخالفه، وتم قمع الشباب وضربهم واطلاق عليهم المسيل الدموع والقنابل الصوتيه والضرب المطاعات واعتقالات عشوائيه. سبحان مغير الاحوال، رئيس الوزراء يصرح امس ان وافقنا على مسيره لأنها تتوافق مع القانون. يعني مو طول عمرها كانت تتوافق مع القانون. شو اللي تغير؟ اللي تغير شيء واحد، أن إرادة الشعب الكويتي ما انكسرت. عرفوا أنهم أمام شعب لا ينكسر. إيه عرفوا. جميل. هل تتوقع أن المسيرة يعني المسيرة الأولى كان حضور كثيف جدا، اختلف يعني الحسابون في عددها. المسيرة الثانية نظرا لانتقالها من مكان إلى مكان تغيرت الحسبة أو قل العدد. المسيرة الثالثة كونها حصلت على ترخيص. هناك من هو غاضب من هذا الأمر، وهناك من هو مستعد أن يخرج الآن ويخرج أهله وأبنائه لكون المسيرة مرخصة. برأيك كمراقب سياسي، هل تعتقد بأن المسيرة ستتضاعف أعداد المحتجين فيها؟ أول شيء بالنسبة للجزئية الأولى، المسيرة الثانية ما قل عدد المشاركين فيها. يعني قريت أنا وأنا متجه حق ناحية الأبراج طلع المسج أنه بتحويل المسيره من الابراج الى ارض الى مقابل ارض المعارض في مشرف. الجميل بالنسبه لي يعني كمتابع للوضع، الجميل ان الشباب كان عندهم روح المسؤوليه لتفادي التصادم. هم يعني ما بقى تقصد الشباب كرامه وطن يعني الحساب ولا تقصد المتجمهرين نفسهم؟ الجميع كان عندهم حس بالمسؤوليه جدا راقي، انهم ابتعدوا عن المكان اللي للأسف يعني كانت وزارة الداخلية. ما بقى جيش، ما بقى قوات خاصة، ما بقى حرس وطني، ما بقى على البحر وهليكوبترات مظاهر عسكرية يعني عالية. يعني شيء مخجل يعني بالكويت أن هذا الشيء يصير. زين. بالعكس أنا أعتقد مسيرة يوم الجمعة القادم إن شاء الله بالنسبة لي أنا وأسرتي وإخواني ربعي والكل يعني في نفس وطني جميل راح يشارك ان شاء الله في يوم هذه الجمعة. الكلمه سمعتها تتكرر ان انا واسرتي واولادي راح نكون موجودين طبعًا. ماذا عن خالد ابراهيم، كيف تنظر الى الترخيص، الحصول على ترخيص او البحث عن ترخيص بدايه والحصول عليه، ومن ثم توقعك لعدد؟ ما ابي اضيف وايد على اخوي ابو سند كثر ما اوضح جزئيه. انا اتوقع الحكومه بدات تقرا راي الشباب او بدات تفهم ان الشباب اللي قاعد ينزل شباب نازل واعي ومستمر في حراكه في غضبه. السؤال اللي دائما انا دائما احاول ابحث على اجابه، ليش احنا دائما نركز على والله المسيره، ليش الناس قاعد تنزل، ليش السؤال ليش قاعد تنزل، ليش ما احنا نفكر شلون نعالج هذا الموضوع. احنا قاعد نشوف في احتقان سياسي يا جماعه، احتقان سياسي، بالمقابل قاعد نشوف اسلوب من حكومه من وزاره الداخليه من قمع لشباب احنا نتوقع انهم شباب صادق ما قاعد يسعى الى التخريب. في المسيره الاولى كل من كان ينزل، كل من نازل، عوائل شباب، كل من قاعد يسعى انه يوصل رسالته بطريقه حضاريه، يتم التعدي عليهم بالضرب. تعتقد نتيجه هذا عكسيه زياده عدد الناس؟ بالعكس، انت بهذه الطريقه انت قويت العزائم، وهذه انا اللي بوضحها. احنا ما نبي نوصل لهذا المرحلة، احنا اللي نبي من الحكومه انها تفهم، وانا اتوقع هي فهمت الرساله. جميل. انا عشان عندي دقيقتين اخوي خالد بختم وياك يا ابو سند. السؤال المرعب اللي يطرح الان في الدواوين للدعاه الداعي للمسيره، هناك من يقول بان المسيرات في دول الربيع العربي بدات بمطالبات بحريه اجتماعيه وما حريه اجتماعيه واصلاح وبعضها خبز ومش خبز وانتهت الى قلب انظمه. فش اللي يمنع أن هذه تحدث؟ أنتوا تخوفوننا، أنتوا ليش ما يكون احتجاجكم في ساحة الإرادة كتجمع وندوات كعادتكم؟ ليش هالمسيرات هذه اللي ذكرنا
الربيع العربي، ماذا تقول لهؤلاء؟ عندي دقيقتين ابو سعد. يعني هذا بالنسبه لي يعني امر يعني استنكره بشده، اتهام شباب الكويت بالسعي للانقلاب وللربيع العربي. يعني اسمح لي على الكلمه، كلام فاضي. ابو سلمان حراك متمسك بالدستور، متمسك بالشرعيه الدستوريه. الحين يعقل يعقل اثناء فتره الغزو العراقي الغاشم لو كان احد عنده فكره كان قدر يطبقها بذاك الوقت؟ لا شرعيه لا دوله، كل شيء استباح. ما في خائن واحد تيجي اليوم عشان مسيره كيلو تطرق عليها هذه الاتهامات. جميل. اذا كانت هذه يعني الحلقه عن حمله قاطع وحمله مقاطعون. كان معنا خالد ابراهيم، شكرا لك براكان. شكرا. وخالد فضاله شكرا لك ابو سند. وسنضع امامكم الان ان شاء الله على الشاشه ارقام الحملات للتواصل معها اذا اردتم، من اراد التطوع نضعها امامكم مره اخرى مخرجنا اذا حبيت تحطها. هذه الارقام امامكم ظاهره على الشاشه قبل ان نختم فيها نص دقيقه. من اراد ان يتواصل الارقام واضحه امامكم. هذه اللجنة الشعبية لمقاطعة الانتخابات نضعها أمامكم أيضا، بدلنا فيها 20 ثانية قبل أن نختم. أنا وضيوفي نستودعكم الله، نلتقيكم إن شاء الله، ألتقيكم أنا غدا إن شاء الله في حلقة أخرى، وألتقيكم إن شاء الله بعد غدا في الحلقة الأخيرة من هذا الكورس المكثف قبل المسيرة وقبل يوم الانتخابات في 1/12. في أمان الله.